بالرغم من الاتفاق بين الأحزاب الكردية قبل عدة أشهر على تنصيب محافظ كركوك والذي هو من حصة قائمة كركوك المتأخية، تستمر اجتماعات قادة الأحزاب الكردية في المدينة، إلا أن إدارة المحافظة لا تزال تدار بالوكالة، وعملية التنصيب ربما تؤجل إلى أجل غير مسمى. حقيقة الوضع الكلي في العراق والوضع السائد في المنطقة أثرت على المفاوضات الجارية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، ومن ضمن هذه المباحثات التي كانت من المفترض أن تنتهي ونصل إلى حل، كانت آخر موعد لهذه المباحثات 1/10 وتبدأ بجميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين بغداد وأربيل. لكن كما ذكرت الأوضاع السائدة في بغداد وفي المنطقة أثرت على هذه المفاوضات، ونحن نأمل أن تحل هذه المشكلة، لأن أوضاع كثيرة سائدة في كركوك من مظاهرات، من عدم رضا من جميع المكونات. حقيقة نريد محافظ يتفق عليه الجميع والمكونين كذلك العربي والتركماني. أحد أسباب عدم تنصيب المحافظ الجديد في كركوك هو عدم وجود إرادة حقيقية من قبل الأحزاب، وغياب بعض الأحزاب الكردية في كركوك، واستمرار الخلافات السياسية. حقيقة الإرادة ما موجودة، الإرادة السياسية ما موجودة، وغياب الأحزاب الكردية بعد أحداث 16 أكتوبر أثرت تأثير سلبي على الحالة السياسية بصورة عامة في كركوك، وحقيقة ضعف المركز في إصدار القرارات. هذه المرة كان اجتماع الأحزاب الكردية في مدينة كركوك حول مشكلة الاستيلاء على الأراضي الزراعية في المحافظة وبقرار من محكمة كركوك. هذا الاجتماع كان حول المشاكل الأخيرة التي حدثت في كركوك من استيلاء على الأراضي من قبل محكمة كركوك، التعيينات الموجودة في كركوك. لذلك اجتمعت الأحزاب الكردستانية اليوم واتفقت على إصدار أو اتفقت على تشكيل لجنة من أجل الذهاب إلى الرئاسات الثلاث من حكومة الإقليم كردستان وبغداد، وإذا ما استجابت الحكومة العراقية والإقليم على مطالب أحزاب الكردستاني في كركوك سوف يكون هناك مرحلة أخرى وعبارة عن مظاهرات سوف يحدث في كركوك في المستقبل القريب. أهم محاور اجتماع الأحزاب الكردية كانت حول كيفية تقوية العلاقات بين الأحزاب الكردية والبحث عن سبل وضع حلول للمشاكل الإدارية والتعيينات ومشاكل الأراضي الزراعية في المحافظة. رسالة الأحزاب الكردية بعد اجتماعها في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إلى الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والجهات العلاقة: إذا لم تحل حل مشاكل كركوك، هذه الأحزاب سوف تكون لها موقف آخر. عدنان جاف، فضائل التغيير، كركوك.